donner à avoir supprimé tout mon système de Khalid, la Israël, Tel Aviv, Al-Qudama, Al-Hamim, Al-Mustafa, où j'ai évoqué tout le monde, je vais acheter à voir. Évidemment, ça a coulé, on s'est installé au Kalimati, puis Tarif, puis à la fin de Mustafa, puis je n'ai rien. التي تأسست في فبراير 2009 ومن هنا عبد الكريم الذي يقول أن ثانوية إيليا مرتبطين جد محظوظة بهذه الجمعية الشارك الرئيسي الآن في مختلف العمليات ليعرج الآن على أهم المنجزات اللي بفضل الشراكة المضربة مع هذه الجمعية حتى شراكة ثلاثية بين ثانوية سيدي عمر بن العزيز جمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز ونيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في الكاب. بفضل هذه الشراكة استطعنا الآن أن نبلغ مجموعة من المنجزات فمن تنظيم المنتدى التلاميذي الرابح السنة الماضية في شهر فبراير إلى تنظيم حفل الكتاب السنة الدراسية إلى الاعتناء بداخلية المؤسسة وبفضل مكتبة المؤسسة ب 150 تعريف المساهمة الفعالة للجمعية في الدخول المدرسي لهذا الموسم باستقبال التلاميذ للعلم فقط أن التلاميذ كيجيو من مناطق بعيدة عن مدينة وجدة إلى الرشيد إلى أكثر من شمال المغرب ووسطين من كناس في الأخير كذلك بفضلهم استطاعوا باش استطاعت مجموعة من التلاميذ أن تستفيد واحد دعم مادي تلاميذ المروزين في المؤسسة تلاميذ أكثر حذرية